عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الوالي سيد رئيس الانتشاف الولائي سادة أعضاء البرلمان بغرفته سادة وسيدات رؤساء وممثلين مؤسسة الدولة المدنية منها والأمنية والعسكرية سادة وسيدات مدراء الولاية سادة رؤساء الدائرة والبلدية إخواني أخواتي ممثلي الأحزاب والمنظمات الأسرة الكورية والإعلام وكل المستمعين وإنه لشرف عظيم لنا أن نحيي معا ذكرى يوم عظيم الذكرى المزدوجة يوم المجاهد فريد لمعاني الجهاد السامية للمجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن تتجسد هذه المثل العليا وتتحقق على أرض الواقع. فينا تاريخ 20 أوت حد هام ويوم خالد في حياة شعبنا وثورتنا وذلك لنتائجه الطيبة فيعتبر بمثابة مشاعر الأنارة مسيرتنا وحقق إرادة الشعب لتحقيق الحرية والعيش بظل السيادة الوطنية والكرامة. هم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومنهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. منظمتكم هذا اليوم التاريخي نرحب بالجميع. على كل حال احنا جد مسرورين متواجدين هنا في هذا المكان على غرار الاعوام السابقه كنا في المره في مقر الولايه في مقر قاعه السينما. اليوم الحمد لله راينا اننا نحتفي مع اخواتنا واخواننا وابائنا وامهاتنا هذا اليوم الوطني في مقر المنظمه. على كل حال كان المسؤول الولائي للمنظمة كان تكلم على هذا اليوم باختصار فهو مشكور. احنا اليوم نحتفل به على غرار الأعوام السابقة ولكن نحتفل به كذلك في ظروف خاصة واحنا مقبلين على انتخابات وطنية رئاسية ان شاء الله تخرج علينا بالخير والسلام والهناء. وبالمناسبة كذلك مدام هذا اليوم الوطني يتصادف مع أيام قليلة والاستحقاقات الوطنية فرصة باش نطلب الجميع باش يشارك بقوة في الانتخابات لأنها هي مصيرية وتخص بلادنا تخص بلادنا ما تخص بلاد واحد آخر ما تخص أشخاص آخرين تخص بلادنا مصير بلادنا مستقبل بلادنا. نتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر إن شاء الله ويكون عرس إن شاء الله على غرار اليوم 20 أوت كذلك. فبالمناسبة مرة أخرى نشكر السيد الأمين الولائي على هذه الاستضافة ونتمنى لإخواتنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا المجاهدين الرمحيين طول عمر إن شاء الله واللي توفوا لهم الرحمة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.